ويندي هي عمرتنا الصغيرة، هي بتاخد كل اللعب. آه، ده يونيكورن لطيف. أنتي كبرتي خلاص. دي الأختك الصغيرة، البيبي بتاعنا. حبيبتي، عندنا أخبار. عندك أخت صغيرة دلوقتي، دي ويندي. هي هتعيش معانا. إيه؟ ماما؟ الطفلة دي شريرة. ما تلمسنيش. أختي، هاي. بناتي ابتدوا يتعودوا على بعض. ماما، أنا عايزة السيريال دي. لا يا حبيبتي. طيب أنا عايزة كوكيز. لا، يبقى أنا هغضب. أنا عايزة سناكس. أنا عايزة سناكس. إيه دي يا حبيبتي، كفاية. أوكي، أنا هشتري السيريال وكوكيز، بس كفاية صريخ. إيه؟ أوكي، أنا ممكن أعمل كده أنا كمان. ماما، ممكن نجيب شيبس؟ لا، أنا مش معايا أي فلوس. يبقى أنا كمان هغضب. أنا عايزة شيبس، 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 شيبس. إيه مشكلتها؟ هي عيانة؟ دي مجنونة. ما نفعتش. كل سنة وانتي طيبة يا أشلي. الكارت ده ليكي. شكرا، لطيف قوي. حبيبتي، اطفي الشمع واتمني أمنية. أنا لازم أفكر في الأمنية. أختي، انتي بتفكري زيادة. إيه؟ أوبس. شكرا على سرقة الاهتمام مني. اتضح إنها مضحكة جدا. هيكون عندنا حاجة نفتكرها. اديني تليفونك لو سمحتي، أنا محتاجة جدا. لا بنات، أنا جبت لكم كوكيز. استمتعوا يا بيبيز. أبتدي منين؟ إيه؟ ويندي، أنتي أكلتي خلاص؟ ممكن آخد الكوكي بتاعتك؟ لا، شاركي مع أختك الصغيرة، من الأفضل ما تفرقعيش. مفيش حلويات من دلوقتي، هي عندها حساسية. أنا فهمتك يا دكتور، ده اللي بيحصل لما بتاكلي كتير. أشلي، اصحي، يلا نخرج نتمشى. أوه، مش ممكن، أنا اتأخرت. أيوة، أنا هكون هناك قريب. أشلي، خديني معاكي. لا، مش ممكن، أنا هكون هناك في خلال دقيقة. أشلي، خدي أختك معاكي، هيكون مسلي. ليه يا ماما؟ حبيبي، إيه رأيك فيا؟ إيه؟ ويندي، أنا كمان بحبك يا أختي. لا يا كولن، استنى. أوه لا، أنا سقطت في الامتحان. F ماينس. إيه؟ ويندي، إزاي تجيبي درجة قليلة زي دي؟ كان المفروض تذاكري. أنتي تستاهلي يا طفلة شقية. أوه حبيبتي، ما تعيطيش. بصي بابا معاه إيه؟ الشوكولاتة المفضلة عندك، ده المفروض تكون بيه. أنت متأكد؟ أنتوا بتعملوا إيه كلكم هنا؟ إحنا فرقة الدعم بتاعت ويندي، إحنا هنخلص ونمشي. إحنا بنعمل شوبينج مع ماما. حبيبتي، روحي أوضة التغيير، إحنا هنشتري أي حاجة أنت عايزاها. أنت جميلة جدا. هاي أشلي، أهلا، نشتري إيه لويندي؟ ماما، الاتنين؟ ده اللي أنا افتكرته. شكرا يا حبيبتي، أنا هدفع كاش. تمن الحاجات دي كام؟ شكرا، كل ده علشان ويندي. أنا هاخد الشورت دي لو سمحتي. أسفة، الكاشير ده قفل. هاي أشلي، إيه أخبار الجامعة؟ ماما، أنا نجحت في الامتحانات. أنا أخدت دبلومة باسكت بول وميدالية المركز الأول وكأس أفضل طالبة. أنا فخورة بيكي جدا. ماما بصي، أنا عملت طيارة، دي ليكي. أوه، أنتي موهوبة قوي. أهي ميدالية أوريجامي، أنتي البطلة بتاعتي. واو. ماما،
لازم تشاركي مع أختك، هي موهوبة جدا. علاقتي باظت مع كولين. انتي ليه بتعيطي؟ أنا فهمت، حبيبي. ألو كولين، أنا لازم أكلمك في حاجة. وطي، يلا نصلح شعرك دلوقتي بقى مثالي. أنا مبسوطة إنك جيت. هاي فايف يا ويندي، استمتعي. يا بنات، رجلي ليجوز على الأرض تاني؟ شيلوا ده مع بعض دلوقتي. لا يا ماما، دي لعبة ويندي. لا، دي بتاعت أشلي. أنا مش هممني، أنا هديكوا ريموت وكنترولر لما كل حاجة تتنظف. طيب يا صغيرة، يلا نجمع الليجوز بتاعتك. أختي، يلا نلعب صالون تجميل. أوه لا، أوه أيوة، أرجوكي. لا، طيب خليني أعملك الميك اب بتاعك. أوكي يا زنانة، يلا بينا. أنا بحب الضفاير، ده وقت الميك اب. أوكي شكرا، أهم هنا. أكتر بنات ستايلش، ويندي بتسريحة شعر جديدة، وأشلي بميك اب جديد. واو، هم حلوين قوي. واو، مبهرين. مش ممكن تتخيل حتى. هو ده كان ايه؟ اه مش مشكلة. هاي خرجوني اي حد، سامعني؟ ايه هي دي ويندي؟ ده المكان اللي بتنتميله. مع إن هي ساعدتني مرة لما جابت لي فوطة. آه يس، لكن دي كانت خدعة. خليكي في الدولاب أشلي، ما تسيبيش أختك الصغيرة. طيب يا ماما، يلا يا صغيرة، انتي حرة. حبيبتي، ايه اللي حصل لأوضتك؟ نظفيها دلوقتي، انا مش عايزة. نظفيها لو مضايقاكي. اوكي طيب، وده يلا نعمل تيك توك ليكي وانتي بتنظفي الأوضة كلها بسرعة جدا. فيهو صعب قوي انك تكوني تيك توكر. ماما انا نظفتها كلها. بنت شاطره، برافو عليكي. ماما هتعملك لايكس كتيره قوي. كل سنه وانتي طيبه يا مامي، اتمني امنيه. شكرا يا حبيبتي، اهي هديتك. ايه اللي فيها؟ اه عقد جميل جدا، اكيد غالي قوي. ايه ده؟ كل سنه وانتي طيبه يا مامي، أنا عملتلك رسمة مميزة. أوه ويندي، خليني أشوف، دي أفضل هدية في العالم. شكرا، ده لطيف جدا منك. أنا هحطها دلوقتي حالا. اتحرك يا أرتشي، هدية ويندي هنحطها هنا. طيب أنا جاية، أنا هكون هناك كمان 5 دقايق. انتي رايحة فين؟ الأول لازم توضبي أوضتك بسرعة بسرعة، أنا هفضل هنا لمدة طويلة. يلا ننظف بسرعة كل الحاجات في الدولاب. خلاص، ده تسونامي من اللعب. أشلي، شايفة إن ده تنظيف؟ فيهو، المدرسة مملة، وقت إن احنا نصور تيك توك جديد. ويندي، بتضيعي وقتك على تيك توك اللي ملوش لازمة، اعملي الواجب بتاعك أحسن. ماما، تيك توك هو صديقي المفضل. ويندي، احنا اخوات دلوقتي، علشان كده أنا هعلمك كل حاجة أعرفها. واو،
بنات، إحنا عندنا عضو جديد في العيلة. هي دي أخت جديدة؟ شيلي إيدك، أنا متأكدة إن أنتوا هتتفقوا. إيه؟ المشاكل المشتركة بتجمع الناس مع بعض.